وبعد ثيرابيتكم ما أعرف إذا أنت اضطررت ولا أو لا، وأيضا بالفارما مرحلة ثالثة سوري ورابعة إنه ممكن على الأدوية اللي تعطى للدي إم بيشنت. فالتعريف بسيط عن ديابيتس. ديابيتس أكر because lack of insulin or resistance to its action، يعني أنه نهائيا ما عندي إنسولين أو ممكن يصير عندي resistance to its action. It is diagnosed by measuring fasting or random blood sugar. طبعا الفاستينج هو أكثر accurate. Okay. وأيضا عندنا في التست يسمونه oral glucose tolerance test، أيضا هذا يعني يكون more accurate than the fast blood glucose. Although there are many subtypes, the two principal classes, diabetes, here type 1 and type 2 DM patients. يعني فروقات بسيطة بين تايب 1 و تايب 2 دي ام، ما راح ندخل بيها هواي، لكن نعرف ان تايب 1 هو الاساس انه بسبب انه بيتا سيل ديستركشن، اكثر الكوزز هي اوتو اميون ديزيز، تمام، فما راح يصير عندي اي انتاج للانسولين، فلهذا يكونون الاعمار اللي عندهم تايب 1 دي ام اعمار صغيرة، مثلا احيانا اطفال او تحت عمر العشرين، تمام، او تحت عمر الثلاثين سنة. بينما تايب 2 دي ام ما عندي مشكلة بالبيتا سيل، لكن عندي resistance for insulin action، اكو انسولين بالجسم لكن المصل نوت ما تستقبل الانسولين، وبالتالي راح يصير عندي elevation in blood glucose level. بالعادة يكون تايب 1 دي ام يكون هما نوت overweight، يعني يشوفون المريض قبل لا يكتشف انه عنده دي ام، عنده نزول بالوزن، تمام، لما تالي تكتشف انه سبب انه عنده تايب 1 دي ام، لكن بالعاده تايب 2 دي ام هم يكونون اوبيز بسبب الانسولين ريزيستنس، فراح يصير تايب 2 ديابيتس. الاعراض بالنسبه للديابيتس: بوليوريا، بوليديبسيا، فتيج، ويت لوز، بلد فيجن، هاي انفكشيوس ريت. وورا فتره طبعا بالبدايه ورا فتره راح يصير عند البيشنت نيوروباثي، نيفروباثي، كارديوفاسكولار كومبليكيشنز. زين شنو بعد ممكن كومبليكيشن اللي هي تكون بصراحة سيريس على جماعة الدي ام؟ نتيجة النيوروباثي يعني نتيجة تضافر النيوروباثي، وبسبب أيضا الفاسكولار كومبليكيشن أنا ما ذكرته. بعد سيريس كومبليكيشن أوف دي ام نتيجة تو كومبليكيشنز اللي هي النيوروباثي وبسبب الفاسكولار كابيلاريز كومبليكيشن. أحد يعرف شنو هذا النوع من الكومبليكيشن يصير عند جماعة الدي ام؟ رتينوباثي صح، يعني هم ممكن من النيوروباثي وأيضا كارديوفاسكولار بعد، فشي كلش سيريس أكثر من الرتينوباثي. هم غالبا اذا ما سيطروا سرعتهم كدني فيلر او يعني كدني بروبلمز ودايابيتك فوت. دايابيتك فوت، هو دايابيتك فوت هو اللي راح يكون اكثر كومبليكيشن سببه. احنا قلنا هنا النفروباثي فاذا هي رينال بروبلم، الدايابيتك فوت راح تيجي من انه عندي بسبب النيوروباثي المريض ما يقوم يحس بالاعصاب اللي موجوده بالاطراف، وبالتالي راح يصير عنده خدار فما يحس بأي جرح، فيصير عنده جرح، يصير بداية ألصر، هو عنده elevation blood glucose level وعندي مشكلة بالvascularization، فش راح يصير عندي؟ يصير عندي diabetic foot. وطبعا إذا not treated early راح يوصل المريض إلى حالة الamputation، وأتصور إنه كن سامعين أو شايفين حالات من مرضى بداية كانت ألصر صغيرة أو جرح بسيط لكن وصل إلى حالة amputation. بالنسبة للتريتمنت أو ديابيتس، قبل لا ندخل بالأيجنت اللي تستعمل، فعندي أهم نقطة هي مسألة الدايت. يعني ممكن يبقى البيشنت تايب 2 دي ام اون دايت اند كنترولد ما يحتاج تريتمنت. تايب 1 دي ام لأنه لازم عنده انسولين، لكن أيضا ممكن إنه جرعة الانسولين تكون كلش قليلة وكلش صغيرة مقارنة باللي يحتاجه البيشنت، تمام؟ ليش؟ تسبب انه controlling of his diet و
ما يحتاج إلى جرعة إنسولين عالية. فإذا الدايت is the mainstay management of type 1 and type 2 DM. إنزين. بالنسبة للدايت كومبوزيشن اللي هي تكون most suitable للديابيتس patient، أحد عنده فكرة معينة ممكن شنو نوع الدايت اللي يستخدمه بحيث إنه يفيده ما يرفع لي بلد جلوكوز rapidly؟ الطلاب بس مثلا أبو السكري دائما شين يصحو شنو مثلا طبيعة الأكل اللي يأكله؟ fiber rich food. تمام good fiber rich food. شنو فائدة الفايبر rich food؟ لأنه يعني slow digestive يعني بصير اختصاص بطيء يعني مو rapid absorption. صحيح دائما يفضل أنه أي composition بيها نوع الكربوهيدرات أو الجلوكوز اللي هو يكون rapidly absorbable هذا يرفع لي الجلوكوز fastly. فهنا إيش راح يكون حاول إنه يتجنب المريض. فدائما يعني يفضل إنه يأخذ الكومPLEX كربوهيدرات مثل starch أو fiber rich food. هاي راح تكون الأبزوربشن مالتها slow وأيضا نتيجة إنه تحولها إلى الجلوكوز very slow. بالتالي ما راح يرفع لي الجلوكوز rapidly إنما راح يكون تدريجيا. وهو أصلا عند البيشنت جاي يأخذ إنسولين أو يأخذ ميديكيشن تقلل من ارتفاع البلد جلوكوز فراح يكون البيشنت كونترول. نجي هسه على أول تايب أوف دي أم اللي هو الإنسولين سوري تايب 1 دي أم اللي هو راح يكون العلاج الوحيد إلى هو إنسولين. فأول بيشنت with type 1 diabetes require treatment with insulin in order to survive. يعني نعرف إحنا إنه عنده بيتا سيل ديستركشن وبالتالي ما عنده أي إنسولين in his body. In type 2 diabetes, the insulin added when the blood glucose not controlled by oral anti-diabetic drug. إضافة الإنسولين جماعة type 2 DM راح يكون الخطوة الأخيرة. تمام ما بعد ما يعني تستنفذ كل الحلول في إعطاء الأورال anti-diabetic ما جالس له patient control فيضيفوا له إنسولين. بالنسبة للإنسولين preparations نحن نعرف إنه عندي three major types اللي هو rapid acting أو soluble insulin اللي هو الأونست مالته راح يكون سريع خلال ممكن ربع ساعة أوكي والبيك يعني أعلى level يوصل له تقريبا ورا ساعة إلى ساعة ونص والمدة يبقى داخل البدي 3 إلى 4 ساعات. بعد عندي اللي هو الأمثلة على rapid acting الإزبرو أسبارت and جلوليزين هي examples on rapid acting insulin. الـ MPH أو الـ Intermediate Acting هنا الأنسنت ما يتأخر تقريباً ساعتين والبيك يوصل 6 إلى 14 ساعة وحتى أنه أحياناً الديوريشن ممكن يوصل إلى 24 ساعة. آخر نوع هو الـ Long Acting هذا ما بي بيك تمام؟ No pronounced peak duration of action about 24 hours more predictable flat profile of action يعني ما راح يصعد أو ينزل تمام راح يكون flat profile glargin و ditimar هي examples of long acting insulin. إنزين شو الفائدة إنه patient أو خلينا شو الفائدة إنه عندي هالثلاث أنواع من الإنسولين؟ خلي كل rapid acting أو بس يعني ليش إنه أكو long acting أو intermediate و rapid إيه هذا؟ لأن هو الرابيد أكتنج راح يكون شورت ديوريش فيحتاج نكرر دوزات هو أصلاً يستخدم بس بإمرجنسي. أما اللونج أكتنج راح كأنما يستخدمون كبيز لان الحفظ على مستوى الأنسولين أكو يستخدمونه قبل الأكل وبعد الأكل يعني حسب الحالة المريض لازم يصير رجيم يعني بين اللونج والرابيد أكتنج. الإنسولين هسا إحنا الناس الأصحاء طبيعيين ما عندهم ديابيتس شلون راح يكون إفراز الإنسولين؟ هل إنه هي كل وجبة راح يصير افراز دائما للانسولين؟ طبعا لا انها راح يتعب لهذا راح نشوف احنا جماعه التايب 2 دي ام اللي هم الاوبيز بسبب الاوفر يعني برودكشن اوف انسولين يصير اكزيرشن يصير تعب على الجلاند هي نفسها فراح يصير البيشنت ات ريسكي فور ديفلوبينج تايب 2 دي ام. زين بالنسبه لل بالنسبه للانسولين اكو عندنا بالإنسان الطبيعي فرز عنده تو نوعين من الانسولين اللي هو البيزل انسولين. شنو هذا البيزل انسولين؟ اللي هو يغطي
البلد جلوكوز، يمنع ارتفاع بلد جلوكوز ليفل عن حد معين احنا نسميه بايزل، وايضا ما ينزل الانسولين، ما ينزل بلد جلوكوز عنه. زين، في حال انه انا اخذت وجبه او اكلت وجبه معينه بحيث انه هذا الانسولين الموجود اللي هو البايزل ما يغطي لي البلد جلوكوز، سوري الجلوكوز الموجود بهاي الميل، بس راح ينفرز لي هنا، راح ينفرز لي انسولين اللي هو رابد اكتنج حتى يمنع صعود بلد جلوكوز after this type of meal. بس ثواني طلاب. لهذا كان عندي، لهذا يعني صنع الانسولين رابد اكتنج اند لونج اكتنج، والانترميديت هو راح يكون مثل الوسط بيناتهم. هسه راح ندخل بالريجيم اوف انسولين، راح نشوف شنو الفايده اوف ام بي اتش. هاي يعني برودكت للسوليبل انسولين انترميديت واللونج اكتنج انسولين. طبعا اكثر شيء اللي يستعمل هو في حالات الامرجنسي او اي في، هو راح يكون السوليبل انسولين، وايضا يعطي سبكوتينياس هو وبقيه الانواع في حال اللي هي ديلي دوز اوف بيشنت. مو هاي هنا راح تكون هي سرنجة الانسولين هاي العاديه، راح تكون هي بحيث انه الجيج مالتها او السايز اوف ايدل فيري فاين 30 او اقل. وعندي ايضا راح يجي انسولين بين، راح يكون هو انه هذا طبيعه يعني نقول الشكل الخارجي مالت البين، تنحط الفياله هنا وهذا هو المقياس حتى يحدد البيشنت ايش قد ممكن انه يونت تيكن. فمن يضبط اليونت راح يصير بريشر اون ذس بوتوم، وراح يصير عندي سبكوتينسلي ادمنستريشن اوف انسولين. هاي راح تكون هنا هاي الفيال، اوكي، وها هي فاين نيدل. بعد اكو عندنا تكنيك اللي هي الانسولين بامب. هاي الانسولين بامب مثل ما جاي تشوفون هو عبارة عن جهاز يشتغل على بطارية الكترونيك adjusting apparatus، وأيضا فيال أوف إنسولين، وهاي الفيال راح تكون connected to IV set، والpatient راح يكون يعني هاي النيدل injected subcutaneously، بالتالي ترفع النيدل راح يبقى فقط small tube fine tube اللي هو subcutaneously in the patient abdomen. هذا الجهاز يقدر البيشنت انه يشيله ويحطه في حال مثلا انه هو سوام، مثلا عنده في الجوب معين ما يقدر انه يستعمل هذا الجهاز في هذا الوقت، فيقدر انه يفلته ويرجعه. طبعا هنا راح يكون طبيعته مثل طبيعه خلينا نقول الانسولين لما ينفرز بالهيومن بودي وذاوت دايابيتس، يعني بي بيزل انسولين، اوكي، ينفرز بدوز معينه. ومثلا اذا كان البيشنت حاس انه راح ياكل في الوجبه دسمه، راح يحدد ممكن الدوزات، سوري يحدد الدوز اوف انسولين رابد اكتنج طبعا اللي راح ياخذها. هنا طبعا هو شلون راح يحسب؟ اكو فد حساب ان شاء الله يعني انزل لكم اياها بالمحاضره، انا ما ذكرته بالباوربوينت. شلون احسب الدوز او جرعه الانسولين حسب الوجبه اللي راح ياخذها المريض؟ لانه كل كميه من الكربوهيدرات اللي راح ياخذها لها فد جرعة خاصة من الإنسولين تغطيها. فإذا مثلا البيشنت كانت وجبته مثلا دسمة بها كمية عالية من الكربوهيدرات بها كذا، فالجرعة المتعود إنه ياخذها، نفرض إنه ياخذ كل مرة 7 يونت، يحس إنه هي ما راح تكفي، فراح يزيد مقدار الإنسولين اللي راح ياخذه قبل الوجبة اللي هو مثل ما قلت لكم
rapid acting insulin. طبعا الادفانتج اوف انسولين بار انه البيشنت البلد جلوكوز راح يكون مور اكيوريت نوت اليفيتد اند رابيد داون دي ليفل اللي هو راح يصير عنده هايبوغلايسيميا مور كومبليانس بدل ما ان المريض كل ساعه كل مثلا مرتين او ثلاث مرات يحقن نفسه هنا فقط انه بزر يضغط الزر وراح يجي الانسولين ديليفر عن طريق ال اسمه فاين تيوب او خلينا نقول الكانيولا الموجودة بالأبدون. بس المشكلة مالته إنه هو expensive وإذا كان ال patient not well educated about this apparatus راح تكون صعبة عليه إنه يضغط. عندي نظامين أساسيات بإعطاء الإنسولين اللي هو meal time plus basal regime و twice daily regime. قبل لا نبدي وصورة تعطيكم معلومة عن هذا الشيء ياهو أفضل ريجيم هل هو الميل تايم بلس بيزل ولا توايس ديلي ريجيم اند واي؟ طلاب جاي يسمعوني؟ نعم زين غير هدى أريد غير هدى تجاوبني منو أحسن هل هو توايس ديلي ريجيم ولا الميل تايم بلس بيزل ريجيم؟ غفران غفران وياك تسمعيني؟ نعم دكتورة أسمعك. يلا غفران منو أحسن هل هو توايس ديلي ريجيم ولا الميل تايم بلس بيزل ريجيم كإعطاء للإنسولين بالنسبة للديابيتس؟ ميل تايم ميل تايم هو بي ادفانتج ما قلش ما بي ادفانتج لكن توايس ديلي ريجيم هو الافضل. ليش هسه راح اشرح لكم حتى ما راح تعرفون شنو ممكن انه اللي ياهو يكون افضل بالنسبه للميل تايم بلاي يعني بلس بيزل ريجيم انه راح اخذ بيزل دوز اللي هي قلنا يا اما من الانترميديت او من اللونج اكتنج تحقن هاي مره واحده باليوم وايضا راح يكون ويا كل وجبه مثلا قد ما انت ياخذ 3 وجبات باليوم 4 وجبات باليوم تمام فاذا ويا كل وجبه راح يحقن نفسه بالبولس انسولين او اللي هي نسميها احنا رابد اكتنج او شورت اكتنج انسولين بينما بالنسبه للتوايس ديلي ريجيم لا راح يكون انا هنا عندي فقط جرعتين باليوم وكل جرعه هي عباره عن ميكسينج اوف رابد اكتنج زائدا انترميديت اور لونج اكتنج انسولين. نا شنو الفائده مالنا ليش يعني راح تكون فقط يعني انه جرعتين؟ اذا كان عندي انترميديت مثل ما قلنا قبل شويه انه الانترميديت اكتنج الانست مالته يتاخر تقريبا ايش قد؟ يعني تقريبا ساعتين. اوكي؟ لكن الديوريشن يطول والبيك يوصل حتى الى حد 12 ساعه. سيدي اقدر ارجع لكم بالسلايدات. بالنسبة للام بي اتش الساعتين هو الانست والبيك 6 الى 12 ساعة زين لما اخذه هو الام بي اتش ويا رابد اكتنج الرابد اكتنج راح يغطي لي الوجبة اوكي وممكن الوجبة الثانية المريض راح ياخذها ورا 6 ساعات او خلينا نقول 7 ساعات انا ايضا لازال عندي انسولين والليفل مالته عالي فاذا ممكن انه الوجبة اللي بعدها راح تغطى بالانسولين اللي اخذها المريض بالجرعة الاولى اللي هي كانت ميكس من الانترميديت والرابيد اكتنج زين نجي على وجبه العشاء راح ناخذ انسولين جرعه ثانيه اللي هي عباره عن ميكسينج من الرابيد اكتنج وانترميديت اكتنج اوكي فهنا أنا راح تكون الرابيد اكتنج راح يغطي لي وجبه العشاء زين والانترميديت راح يغطي لي من وجبه العشاء الى ثاني يوم الصبح اوكي فهسه هنا أنا منو الافضل هل هو كويس ديلي ولا ميل تايم هيكون كويس ديلي رجيم هو الافضل ليش مور كومبلينس بدل ما انه المريض ممكن هناك 4 أوبر يعني وحده او من رابد او من لونج اكتنج وثلاثه من الشورت اكتنج او ممكن حتى احيانا 4 اذا احتاج المريض هاي نقطة والنقطة الثانية هنا الليفل اوف جلوكوز راح يكون يعني نوت اكيوريت ما راح يكون كونستانت او محافظ على ليفل معين لا راح يكون صاعد نازل ليش؟ يعني كل ما ياخذ هناك نزلت نزل الانسولين و العفو
أخذ جرعة إنسولين ممكن صار عندها هايبوغلايسيميا. هنا أنا بالتويس ديلي لا راح يكون مور إفيشينت مور إفكتيف وأيضا كنترولينج أوف بلد جلوكوز ليفل. When initiating insulin therapy in someone with a newly diagnosed type 1 DM, the starting dose will be 0.4 units per kg per day. هي جرعات الإنسولين. The total daily dose of insulin is then divided to given to be given 50% as a basal insulin and 50% as prandial insulin. يعني نفرض إنه شخص كان وزنه مثلاً 70 كيج. أوكي؟ نبدي وياه 0.4 to 1 لناخذ إنه مثلاً 0.5 اللي هي نص unit per kg per day. هاي نص unit. أضربه بالكي جي اللي هو إحنا قلنا 70 تقريباً شقد يطلع؟ تقريباً 35 يونت. هاي 35 يونت أنا راح أقسمها 50% من عدها بيزل إنسولين، يعني شقد نص 35 تقريباً 17، نقول 17 أو 17.5 يونت هي بيزل يعني اللونج أكتينج، و 17 يونت هي راح تكون اللي هي وجبات اللي هي مثل ما قلنا تعطى ويا each meal اسمه برانديال إنسولين، يعني إلها ارتباط بالوجبة إنه ما تخلي ارتفاع بلد جلوكوز ليفل. قلنا إيش قال 17، فهاي 17 حسب الرجيم اللي أنا راح أستعمله. إذا هو كان ويا ميل تايم فهاي 17 راح أقسمها ثلاث أقسام، أوكي، وجبة الصبح ووجبة الغداء ووجبة العشاء، أو إنه إذا كانت من النوع الثاني فهنا راح تقسم إلى 2 part، يعني نطيب نفس الوقت. أيضا هنا البيزل بما أنه اختلف الرجيم يعني صار على مرتين فأيضا راح ينقسم إلى قسمين. أحد عنده سؤال؟ إن شاء الله تفاصيل راح أشوفه بالمحاضرة موجودة. Constant infusion of fixed insulin dose and administration of IV glucose when the blood glucose level سوري هذا السلايد بعدين إن شاء الله لما ندخل على DKA راح نرجع على هذا السلايد. خلصنا من الإنسولين، وطبعا الإنسولين هو أنابوليك هرمون والسايد إفكت راح يسبب لي إياها ويت جين وأيضا يسبب لنا هايبوغلايسيميا. لهذا البيشنت اللي ياخذ إنسولين دوز أو بالنظام مالته إنه ياخذ إنسولين لازم عنده مونيتورينج فور بلد جلوكوز حتى لا يصير عنده هايبوغلايسيميا. إنزين جماعة الدي ام دائما ينصح مريض الديابيتس سواء كان على الانسولين او على الاورال ايجنت انه نقول له وين ما تروح حاول انه تخلي بيس اوف سويت، ويفضل ان تكون النوع اللي هي بسرعه تذوب يعني ضد الجلوكوز بسرعه. اوكي وين ما تروح ان يور بوكيت ا بيس اوف سويت اور شوكليت. إنزين هذا مريض الانسولين مريض الدي ام عفوا إذا حس عنده دوخة، أوكي، وحس أن عنده بعض الخربطة وما يدري هل هو ارتفاع أو هل هو هبوط، إنزين بهاي الحالة إيش راح يسوي المريض؟ يأخذ هاي السويت اللي هي إن هيز بوكيت حتى لو كان عنده ارتفاع، ولا وفي هذا الوقت يعني ما يقدر يروح لأنه يحلل الدم مالته يعني باللحظة، يعني ممكن ورا نص ساعة إيه، لكن وانسى حاليا المريض دايخ ويحس نفسه تعبان ما يقدر يمشي. أو مثلاً كان بالبيت وما يقدر يقيس بلد جلوكوز بهاي اللحظة، فش يسوي؟ هل يأخذ هاي piece of sweet ولا إنه لا يعوف الأمر؟ المفروض يأخذ السويت. ترى المفروض يأخذها. المفروض يأخذها. أخطر. تمام. إحنا هنا أحياناً ممكن تختلف على البيشنت الساين of hypo or hyperglycemia. فالhypoglycemia هي تكون more dangerous than hyperglycemia. ليش؟ إحنا نعرف إن البرين ما عنده source of glucose الخاص به. production فلهذا انه انطي جلوكوز الى ان يتعدل. زين هل زين اذا كان هو عنده ارتفاع وهذا واخذنا هاي البيس اوف سويت ما راح يصعد الجلوكوز ليفل بالقيمه او خلينا نقول بالبرسنت ذات ليدنج تو مور سيريس كومبليكيشنز الى ان تالي البيشنت يقيس بلد جلوكوز ليفل و بهاي الحاله راح البيشنت نسوي له كوركشن سواء هو كان هايبر or hypoglycemia.
جهاز على الأورال أنتي ديابيتك أيجنت، عندي أكثر من جروب وكل جروب بها ميزات معينة، وكل جروب تفيدني في مجموعة من البيشنت أو الجروب واللي هي من جماعة البيكانايكس، فيها طبعا هي أكثر من ممبر، لكن هسه حاليا الموجود هو الجلوكوفيج أو الميتفورمين اللي هو اللي اسمه العلمي الدارج ميتفورمين أو جلوكوفيج أورال أنتي ديابيتك أيجنت. الأكشن مالته إنه يزيد لنا من الإنسولين سنسيتيفيتي، وبالتالي ما راح يسبب لنا هايبوغلايسيميا، لأن هاي واحدة من الأهم أدفانتج أوف يوزنج أوف جلوكوفيج إنه ما يسبب لنا هايبوغلايسيميا. ليش؟ لأنه ما راح يزيد لنا من الإنسولين سكريشن، لا يزيد لنا من السنسيتيزيشن بالمصل، فيسمح للإنسولين تو إنتر تو ذا إنسايد ذا سيل، وبالتالي أكتينج أز يعني وبالتالي راح يشتغل الإنسولين ويقلل لنا من البلد جلوكوز ليفل. موجود على شكل تاب 558 وأيضا ألف سستين ريليز. أهم سايد إفكت أوف أورال أنتي ديابيتيك هي جي آي تي ديسكومفورت، وأفتر أو بيريد راح يسبب لنا ممكن مشاكل أخرى على البي 12 ليفل، وأيضا ممكن يسبب لنا لاكتيك أسيدوسيز. لهذا جماعة رينال فيلر بيشنت وعندهم دي ام ما يفضل انه نعطيهم متفورمين، لانه ممكن راح يسبب لنا زياده بالاسيديتي، وايضا لاكينج اوف بي 12 اللي هو خلينا نقول سيريس او جود ايجنت، حتى يزيد لنا من النيورون اكتيفيتي على جماعه الدي ام. الجروب الثانيه اللي هي السلفونين يوريا. دكتوره نعم آسفة على المقاطعة، بس أكو طلاب يبغون يدخلون المحاضرة وما جاي يسجلون. تمام. متأخرين الطلاب، يعني سبي الساعة 12:10، وإحنا من 11:30 المحاضرة بادين. يعني أتمنى إنه هذا الشيء، يعني هو يعني ممكن تكون هي آخر محاضرة أنا وياكم. يعني أتمنى بالنسبة للأسابيع القادمة سواء كنت ويا الأطفال أو ويا أي سيشن ثاني، فحاولوا تدخلون وقت المحاضرة. سلفوني اليوريا الاكشن اوف ذس جروب انه زايد لنا من الانسولين سكريشن، زايد لنا من الانسولين سكريشن من البيتا سيل. لهذا اهم سيريس او اهم سايد افكت لها هي مساله الهايبوغلايسيميا ممكن تسبب. عندي اكثر من ممبر عند ذس جروب، جليبنكلامايد، جليموبرايد، جليكلازايد، كليبوزايد. شنو الاختلاف بينهم بالاونست اوف اكشن؟ تمام. وايضا الديوريشن، يعني مثلا انا راح يعني راح انطي واحد ديفرنس والبقيه موجوده موجوده بالمحاضره. مثلا ساعدنا الداونيل اللي هو جليبنكلامايد 5 ملغرام، اوكي ممكن ينطي وانس اند توايس دايل، بينما عندي الاماريل اللي هو موجود من عنده 1 2 3 4 و6 ملغرام ينطي وانس دايلي، لان ديوريشن مالته اسرع. بعد عندنا مثلا ساعدنا داميكرون اللي هو جليكلازايد يجي اللي هو 30 و60 ملي جرام، ايضا هنا راح افضلها على جماعة الرينال، اوكي اند سو اون. يعني اكو ديفرنسز بتوين ايتش ممبر. من اكو مريض نشوف احنا كاتب له الطبيب جليكلازايد، مو اعتباطين انه هو كاتب هي، لا كاتب هي لان اكو عنده في بروبلم معينه ما تفيد بقيه الايجينات. مثلا عندي مريض يصير عنده هبوط وياخذ الحبوب الداونيل، فاذا هنا يفضل ان نحوله الى الاماريل، لان الانست مالته راح يكون ابطا وايضا الديوريشن اطول كمور كومبلينس، وحتى ممكن يسبب لي اقل هايبوغلايسيميك سايد افكت. جماعه الماجليتينايد اللي هي عندي تو ايجنت ريبجلانايد ونتجلانايد، تيجي على شكل واحد. بالنسبه للريبجلانايد يجي 1 اند 2 ملغ، و الناتجلانايد 120 و60 ملي جرام. هنا أنا أيضا راح أزيد لنا من الإنسولين سكريشن، لهذا من أجي أنطي بيشنت كومباينيشن أوف أنتي ديابيتيك ما أفضل إنه أنطي جماعة ماجليتينايد وسلفونيل يوريا. ليش؟ لأن إحنا أنا ريسكي أوف هايبوغلايسيميا راح تكون أعلى. ليش؟ لأن بوث أوف ذيم راح يزيد لنا من الإنسولين سكريشن. جماعة الجليتازون عندي بيها 2 ممبرز، بيو جليتازون وروس جليتازون.
بروسجليتازون انسحب من فترة من الماركت بسبب انه سبب لنا زيادة بالبودي فلويد، فممكن يسبب لنا ريسكي اوف هارت فيلر، وخاصة مرضى الكاردياك ما انطيهم هذا الايجنت يعني راح يسبب لنا اوديميتاس و فوليوم اوفرلود، وممكن يسبب لنا exacerbation of heart failure side effect. DPP inhibitor اللي هما جماعة ال فولداجليبتين وسيتاجليبتين اللي هي راح تشتغل لنا على ال GLP-1 سوري اكو عندي بال اللي هو DPP-4 انزيم. شو راح يشتغل اللي هي DPP-4 inhibitors الدراجز اللي هي مثل ما قلنا جماعة سيتاغليبتين وفولداغليبتين؟ شوف هذا المخطط عندي داخل الجي اي تي انيكريتينز اللي هي جي ال بي 1 وجي اي بي. شنو الرول مالتها هاي انيكريتينز؟ زيدنا من الانسولين سكريشن اوكي وانهبت جلوكاغون ريليز، يعني مثلا من يصير بيشنت عنده ياكل وجبة معينة فحفز من الانسولين ويقلل لنا من الجلوكاغون اللي هو راح يزيد لنا البلد جلوكوز ليفل، فنتيجه راح تكون عندي لورينج ان بلد جلوكوز ليفل. اكو فد انزيم اللي هو زين هاي لا اي حد انه ممكن تظل تشتغل من ينتهي البلد جلوكوز ليفل اوكي وصل للطبيعي حتى لا تظل الانكريتينز تظل تشتغل ويصير عندي هايبوغلايسيميا بسبب شغل الانسولين. اكو فد انزيم دايبيبتايديز 4 انزيم موجود داخل الجي اي تي موجود داخل الانتستين، يجي هذا الانزيم يسوي لنا اكتيف ان اكتيفيشن للانكريتين حتى توقف شغلها ولا يصير عند البيشنت هايبوغلايسيميا. جماعه الديابيتس فمن اجوا ساينتست حتى انه يسوون في نيو ممبر او نيو ايجنت شافوا انه هذا من نسوي انهبيشن لهذا الانزيم راح ايش يسوي لنا؟ راح كانما ما راح تأثر لنا DPP-4 إنزيم، ما راح يأثر لنا على الإنكريتين وظل راح ينفرز لنا الإنسولين وبالتالي يخلينا من بلد جلوكوز ليفل. يعني كأنما إنه هاي الإدراجز تشتغل على الإنسولين سكريشن لكن إنديركت، يعني ما راح تشتغل على بيتا سيل مباشرة مثل جماعة السلفونيليوريا، لا راح تجي تشتغل على الإنكريتينز وتحفز لنا من إفراز الإنسولين. طبعا هاي الأيجنت يعني well يعني efficient بالنسبة للpatient well controlled. أكثر المرضى اللي يأخذونها عادة ديابيتس عندهم controlled ما راح يسبب لنا يعني hypoglycemia بالليفل اللي راح يسبب لنا يا سلفونين يوري. وأكثر الأحيان راح تجي combination حتى جماعة السلفونين يوري تجي combination ويا من هسه هذا الجنوبي أو عندي الداونين بالعادة متفورمين يس وين متفورمين نعم حتى يصير عندي دول أكشن الأيجنت يزيد لنا سنسيتايزيشن اللي هو المتفورمين وبالتالي ما راح يسبب لنا هايبوغلايسيميا. هاي الأيجنت اللي يزيد لنا من إفراز الإنسولين، فهاي المرضى اللي هم بالبداية ما صار الكنترول على المتفورمين ألون يفضل أنه ننطيهم الكومباينيشن. واي؟ لأنه بهاي الحالة راح كان ما حيصير عندي تو أكشن، أيجنت زيد من السنسيتايزيشن وأيجنت زيد من الإنسولين سكريشن، فراح يكون مور كنترول أوف بلود جلوكوز ليفل. آخر أيجنت من الأورال أو آخر أي تقريبا آخر أيجنت اللي هو ألفا جلوكوسايديز اللي بتقرب الوقت الحالي طبعا ما يستعمل إلا ما ندر يعني وحتى يمكن بالصيدليات ما راح تلقوه. هذا يقلل لنا من الجلوكوز ابزوربشن، يقلل لنا من الجلوكوز ابزوربشن عن طريق انهبيشن اوف ذس انزيم، فايضا راح يقلل لنا من بلود الجلوكوز، فهو يعتبر ذا لاست تشويس ممكن انه نضيفه للبيشنت. اكثر سايد افكت يسبب لنا هي فلاتولنس، وكرول ان لورنج بلود الجلوكوز راح يكون ماينر يعني في شيء كلش قليل، هذا احنا راح نقول انه اديتيف اند لاست تشويس for the other additive with other anti-diabetic agent for controlling DM. هذا هو هنا التابل مفاجئكم شنو الفرق بين جماعة السلفونيل يوري كل وحدة onset و elimination وليش كم مرة انت نطي باليوم اوكي
بالنسبة للمغليتينايد تيازوليدين دايون اللي هو جماعة بيوغليتازون وأيضا DPP4 كل واحدة واختلافها هل تنطي once or twice. انزين البيشنت اللي هم جماعة أو خلينا نقول هو DM patient صار عنده سبير هايبوغلايسيميا سبير هايبوغلايسيميا فإذا بهاي الحالة شو راح نسوي لك كنترول؟ يعني ممكن إنه الأورال سويت ما راح تفيد فهنا راح تكون emergency control بالإضافة للبلد للآي في سيت أوف يعني ممكن ينطونا بطل مغذي من الجلوكوز ووتر أيضا ممكن ما يفيده فأكو أيجنت اللي هو جلوكاجون موجود على شكل إنجكشن ينطي سبكوتي نصلي أوكي أو سوري ينطي آي أم بالثاي مصل حسب نسبة هبوط السكر عند البيشنت فقط في حالة إمرجنسي تستعمل أما الجلوكاجون هو ينفرز من البنكرياس اللي هو أنتاجونايز لأكشن أوف إنسولين أحيانا بسبب جرعة عالية من الإنسولين المريض ما أخذها أو أنه ما أخذ جرعة إنسولين معتادة لكن ما أخذ السورس أوف بلد جلوكوز فصار عنده سيفير هايبوغلايسيميا فهنا شلون نسوي له كوركشن باي جلوكاجون طبعا هاي أت هوسبيتال بالإمرجنسي cases. واحدة من serious complications of type 1 DM حتى بالtype 2 ممكن يصير لكن أكثر شيء بالtype 1 هو DKA diabetic ketoacidosis is a serious complication of diabetic that can be life-threatening is most common among people type 1 DM also type 2 DM can develop DKA. زين هنا شو راح تكون هي المشكلة؟ The liver breaks down fat as a fuel, a process that produces acid in the ketone. When too many ketones are produced too fast, they can build up to dangerous level in body. راح يصير patient عنده ketoacidosis. زين ليش هنا الليفر تحول إلى الفات as a fuel؟ إحنا مو نعرف إن المصدر الأساسي للطاقة أو الإنرجي هو blood glucose. زين ليش تحول هنا انه الى فيول انه بسبب انه بلد جلوكوز ما جاي يدخل للسيل حتى انه يصير بيه عمليه الميتابوليزم وبالتالي ريليز اوف انرجي زين ليش ما جاي يدخل الجلوكوز للسيل ويروح تصير عمليه جلوكونيوجينيسيس اند سو اون لانه ارتفاع بلد جلوكوز with a small amount of insulin اللي هي المفروض deliver the glucose inside the cell يعني إذا كان مريض من تايب 1 وما ياخذ الجرعة مالته مال الإنسولين خاصة هاي أكثر شيء الأطفال بالبداية شوي صعبة لما الواحد يسيطر عليهم إلى أن مثالي يضبطون بجرعة الإنسولين أوكي مثلا ياخذ الجرعة مالته ويروح تالي ياكل هواي سويت وكذا وكذا من يعني بعد هو طفل شوي صعب السيطرة عليه أو ممكن إنه يرفض ياخذ جرعة الإنسولين وبنفس الوقت ما أخذ سورس أوف جلوكوز أو ممكن إنه ما أخذ الجرعة مالته لكن الإكزيرشن مسوي في الجهد على البودي بحيث إنه هذا الجلوكوز عنده ما يكفي للإنيرجي بتحول إنه إلى الفات مثل ما قلنا هي إنتاج too many ketones too fast لذلك واي أطفال من يجيبوهم للطوارئ سواء أهلهم يدرون إنه ما عندهم دي إم أو ما يدرون أحيانا عند أطفال أهلهم ما يدرون إنه ما عندهم ديابيتس فمن يصير عنده الجهد على البودي exertion يحتاج إلى energy والبلد جلوكوز الموجود ما جاي يكفي فيروح على الفات بيشوف إنه مثلا الطفل جاي هو جاي يلعب بالساحة يلعب طابة أو جاي تلعب هي الطفلة بالساحة وفجأة fall down من اللي يجيبون صارت عندها كوما فإني يقلوها المستشفى يقيسون بلد جلوكوز يشوفون elevated يوصل حتى 500 تمام فهنا أنا راح يكون risky of diabetes ketoacidosis بالنسبة للباثوفيسيولوجي of DKA مثل ما قلنا أنه الإنسولين not enter the glucose inside the muscle وأيضا not transfer to the liver for gluconeogenesis and produce of the glucose مش راح يصير عندي glycogenolysis مو gluconeogenesis فراح تزداد عملية gluconeogenesis اللي هو formation of glycogen inside the liver يعني اللي هو source of storage وليس source for energy production صار عندي hyperglycemia osmotic diuresis راح يصير patient عنده polyuria
dehydration بسبب ال واليوريا. ايش راح يصير وراها؟ زيادة بالكيتون، زيادة بالأسيدوسيس، فراح يصير عند البيشنت DKA and symptoms of diabetic ketoacidosis اللي هي ايش راح تكون بالبداية؟ ممكن انه develop slowly. بالبداية ممكن الأعراض راح تكون very thirsty, urinating a lot more than usual. فممكن يحس البيشنت يقول لا أنا شوي بس ممكن إن سكري شوية صاعد، ما بباله إنه بداية بالدي كي أي. إذا كانت هاي الماينر سيمتومز نوت تريتد فراح نوصل إلى حالة السيفير اللي هي rapidly appearing وتحتاج إلى emergency control. Fast deep breathing, dry skin and mouth يعني بسبب dehydration, flushed eyes, face, sorry, fruity smelling breath. وأكثر ساين ممكن إنه تميز لي patient إنه عنده DKA أو فقط simple hyperglycemia. Headache, muscle stiffness or ache, being very tired, nausea and vomiting, وعندي stomach pain. هاي كلها أعراض للمريض اللي هو عنده DKA. طبعا إحنا هنا من ينقل للهوسبيتال راح تكون emergency control for this patient. ونحتاج إلى rapid correction of his elevated blood pressure. مخطط مع الرجيم how to control a patient with diabetes ketoacidosis واضح قدامكم؟ واضح تمام. البيجيتا بودي كي بما ان احنا قلنا يصير عنده اسيدوسيس فالبي اتش راح تكون less than 7 less than 6.9. فاذا قاسوا البي اتش اوف ذيس بيشنت وكانت هي قليله فاذا راسا راح نبدي ويا ان اي اس سي او 3 صوديوم بايكارب طبعا اون سلولي 1 الى 2 اورز انفيوجن. زين ايضا ميجرينج اوف بوتاسيوم ليفل فكله بالامرجنسي من يجون ينطون البيشنت يجون وشافوا انه عنده دي كي اي راح تكون هي كلها تشتغل ات ذا سيم تايم انه ينطون اي في فلويد ميجرينج اوف بوتاسيوم وعلى اساسه يقررون هل ينطون بوتاسيوم اور نوت. وايضا ميجرينج اوف بي اتش اوف ذا بلاد وحتى يشوفون ينطون ان اي اتش سي او 3 اور نوت. فاذا كان عنده اسيدوسيس يبدون يعني فيوجن اوف صوديوم بايكارب. بوتاسيوم اذا كان الليفل مالته قليل فاذا يبدون ينطون بوتاسيوم اي في طبعا مو دايركت اي في راح يكون ويا الفلويد اللي هو منطقيه اللي هو ان اي سي ال بدايه او ممكن حتى ينطون جلوكوز ووتر لكن بالبدايه راح نريد نسوي كوركشن سوري ما ينطي جلوكوز ووتر لانه هو اصلا عنده هايبر جلايسيميا فننطي ان اي سي ال و اند سو اون. ثاني اذا كان بلود جلوكوز ليفل بدا يقل باول ساعه اوكي بلود جلوكوز decrease by less than 10% in the first hour فراح ننطي بلص انسولين دوز تقريبا هي الجرعة مالتها راح ننطي الانسولين راح ننطي اي في راح ننطي اي في. طبعا احنا قبلها بدينا ويا انسولين مثل ما قلنا نبدي اي في فلويد ان اي سي ال بوتاسيوم اذا كان عنده هايبوكاليميا صوديوم بايكارب اذا كان عنده اسيدتي اوكي وانسولين. ورا ساعة ممكن شفنا انه الجرع بدا يقل بلد جلوكوز بنسبه معينه نسبه تقريبا 10% فهنا الدوز ممكن انه يعني كان هنا يعني نزول الجلوكوز مو بالكميه الكافيه فاذا هنا ممكن انه الدوز راح نعطي بلس ثانيه اللي هي 0.1 يونت بير كي جي. وصل الى بلد جلوكوز وصل الى 200 او 250 ملي غرام تمام راح نبدي نقلل جرعه الانسولين. يعني ممكن هنا كان بلد جلوكوز ممكن 500 او 400 وصل الى 200 او 250 نقلل جرعه الانسولين بالساعه الثانيه او الثالثه حسب يعني مش وقت وصل البيشنت هذا الليفل كان 0.1 نقللها الى 0.05 يونت بير كي جي اند تشينج normal saline to glucose water
change to glucose water 0.45 NaCl at 150 إلى 250 مول بير أور. يعني ما إحنا بالبداية كنا نعطي NaCl، تالي راح نعطي glucose water اللي هو B normal cyanide وB glucose. أوكي، ويبقى البيشنت إلى إنه كنترول، بقى عن 200 فممكن هنا أو بدت العفو بدأ يقل بلد الجلوكوز، راح نبدي نقلل جرعة الإنسولين and gradually إلى أن نوصل إلى كانت بلد الجلوكوز قلت أقل من 200، صوديوم بايكارب بدأ يصعد شوية، والأنيون جاب اللي هو الفصلنا بين الأسيديتي شافوها تقريبا بين 10 إلى 12، بعد ما يقيسون الأنيون جاب أكثر شيء صوديوم بايكارب بلد الجلوكوز. إذا راح نوقف من الانفيوجن أو الإنسولين ممكن الـ IV fluid أيضا نوقفها حتى لا يصير عند البيشنت أوفر فوليوم، ونبدي جرعة إنسولين سبيكوتينسلي 0.5 إلى 0.8 يونت بير كيج. هذا هو الرجيم for controlling patient with DKA. إذا هي emergency case rapid deterioration patient state، وتحتاج إلى rapid correction حتى لا يصير عندي patient acidity، وإذا تخربطت هاي الإلكترولايت تعرفون إنه هو راح يصير disruption in all body enzyme and function، وممكن يصير عند patient death. السلايد اللي مساع اللي يعني المفروض إن نحكي هنا ويا الـ DKA هسه راح أرجع عليه. إحنا مو قلنا راح ننطي إنسولين، أوكي؟ من يوصل بلد جلوكوز إلى حد 200 أو 250 راح ندخل مثل ما تونا شفنا إنه ندخل IV glucose، يعني مقصود إنه راح ننطي البيشنت جلوكوز سلاين، مو فقط نورمال سلاين، إنما جلوكوز ويا السلاين. Are preferred and rapid correction of glucose is not recommended. هنا راح يكون عندي two كان ما question بس هو الجواب راح يكون واحد. ليش استعملت بلد جلوكوز؟ سوري جلوكوز ووتر هو المريض بعد 250 ملغرام بعد البلد جلوكوز عنده صاعد زين، وليش ما اسوي كوركشن للبلد جلوكوز رابط؟ هذول سؤالين جوابهم هو نفس الجواب. احد يعرف ليش؟ ليش انطي جلوكوز ووتر والمريض لا زال بلد جلوكوز مالته عالي بعد 250؟ ندري ان 250 هو مو يعني مو خلينا نقول نازل، صاعد بلد جلوكوز ده. يعني ليش ابدي وياه جلوكوز ووتر؟ شلون؟ لأن مهم للدماغ، لأن خايفين يصير يعني يهبط بسرعة ويتأثر الدماغ، ما عاد ستورج للجلوكوز. أوكي، يعني هاي ممكن هو second cause of why not correction rapid correction of blood glucose، أو ليش إنه نطلب blood glucose لغد. هاي واحد، والسبب الأهم هذا أنا أعتبره minor cause، لكن the major cause أوكي هذا ال يعني خليهم work باكر إن شاء الله نتناقش فيه إن شاء الله تعالى بكرة آخر يوم بالنسبة للمستشفيات. جماعة التعليمي دكتورة إيمان ودكتورة غدا يعني أنا بلغتهم إن إحنا اليوم راح ناخذ ديابيتس، فإن شاء الله راح ياخذوكم كيسات هذا الخصوص. وبالنسبة للجمهوري فهو أنا راح آخذكم. الأسبوع الفات يعني صراحة كان مخيب وللأسف بالنسبة للجماعة الجمهوري وأيضا للتعليمي، يعني بحدود 6-7 طلاب أو 8 طلاب في كل جروب. ليش؟ وإذا كان أنتم عندكم قبلها يعني فوتو سيشن، ما هي كانت عطلة ولا إنه كذا تدريسي جاي، وهي كلها لكم أصلا هي فائدة إنه الطالب لما يجي راح يستفيد من مادة الهوسبيتال، هي المادة العملية الوحيدة اللي أنتم جاي تاخذوها واللي جاي يصير بها تطبيق عملي لي خلينا نقول المواد النظري اللي جاي تاخذوها انتم من اللي تخص الكلينيكال فارمسي. فيعني صراحه كانت هي بوينت عليكم، وبالنسبه للطلاب اللي هم حاضرين راح تكون لهم فيد مارك اعلى من البقيه، وايضا حتى كقسم من الجروبات سوينا لهم كويز، فبالنسبه للبقيه ما راح يعاد هذا الكويز، فقط انه الجماعه اللي كانوا موجودين. نشوفكم على خير وإن شاء الله بكرة آخر يوم إنه وياكم بالنسبة للباطنية، وإن شاء الله موفقين. والخميس إن شاء الله راح يكون امتحان لمادة
المدرسة اللي تخص الباطنة. إذا ما عندكم أي سؤال أو استفسار فعاد تقدرون يعني تصرفون، وإن شاء الله نشوفكم بخير.